لم تعد تقتصر معاناة سكان محافظة التأميم على انقطاع الكهرباء الوطنية لساعات طويلة، فالمولدات الأهلية هي الأخرى باتت باهظة التكلفة، ما أثقل كاهل السكان الذين يكافحون من أجل توفير ثمن الاشتراك في خط يؤمن لهم الكهرباء في منازلهم. ونتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة في العراق، لا يملك الكثير من سكان مدينة كركوك دفع ثمن الأمبير الواحد بعد أن تخطى سعره 15,000 دينار. السعر مرتفع جدا، يعني بالنسبة للطبقة الفقيرة ما يقدر يدفع هالسعر، يعني 16, 15, 14.5، يعني أقل شيء 14.5. كركوك تلاحظ عليه، مولنا مولدات، منها البنزين، منها الغاز، منها يعني أشغال ماكو. ومن لا يملك ثمن الاشتراك في المولدة الأهلية يضطر لاستعارة الكهرباء من أحد جيرانه. أكو ناس ما يقدر يدفع أمبير واحد، ما يقدر يدفع، جار من جيرانه مولدة. زين، زيادة ساعات انقطاع الكهرباء الوطنية وتوقف الدعم الحكومي لمادة الغاز المشغلة للمولدات الأهلية رفع تكلفة الأمبير الواحد، ما حرم الكثيرين من الاشتراك. قبل حكومة بغداد تعطينا 35 إلى 40% غاز مجاني، بالتالي هذا الغاز المجاني نزل سعر الأمبير إلى 1,000 أو 2,000 دينار. حاليا حكومة بغداد ما جاي تعطينا غاز مجاني، تعطينا اياه بسعر مدعوم. حاليا الغاز التجاري سعره فوق ال 1,100 1,150 دينار لللتر الواحد، لان عالميا هو الغاز صاعد. الاعتماد على المولدات الاهليه في العراق منذ عام 2003 جاء نتيجه لسوء تجهيز الكهرباء الوطنيه، رغم الموازنات المليارديه التي خصصت لقطاع الكهرباء وابتلعها الفساد. لكن حتى المولدات الاهليه باتت حلما للكثير من الفقراء بعد بلوغ سعر الأمبير الواحد مستويات قياسية منذ سنوات.